دكتور خليني أبدأ بأول سؤال، يعني إيه تحول رقمي؟ إزاي ممكن نشرح ده؟ خلينا نحط كده ترجمة لبعض المصطلحات ونبسطها للسادة المشاهدين. ابتدت القصة من دخول الوسائل التكنولوجية المختلفة في أداء الأنماط والأعمال. فابتدينا نسمع عن كلمة اسمها الميكنة أو الأوتوميشن، احنا الترجمة العربية بنسميها أتمتة، إن أنا بستخدم كمبيوتر أو بستخدم جهاز مسح ضوئي، سكانر أو طابعة أو برينتر أو كده، إن أنا بنجز المهام بصورة أسرع. وبعدين ابتدينا نبص دلوقتي إن أنا مش مجرد إن أنا وسائل مساعدة، لا، تحولنا إلى منظومة اللي بنسميها الرقمنة. بمعنى إيه؟ إن أنا بغير بقى في عمليات أداء الأعمال نفسها، يعني الخطوات الإجراءات اللي أنا بتبعها علشان مثلا أستغرق وثيقة معينة، أو الخطوات اللي أنا بحتاجها علشان الحصول على خدمة معينة. لما بندخل المكون التكنولوجي بنغير طريقة التفكير. بمعنى انك مثلا كان بيقف على شباك نمره واحد، بعد كده يروح يدفع في الخزنه، وبعد كده يطلع. الخطوات دي النهارده الدمغه يا دكتور، او الدمغه طبعا، والملف اللي بيشتريه من بره، الحافظه والحاجات الجميله دي. لما بنفكر ان احنا هنعمل ده بصوره رقميه، طريقه التفكير هنا بتختلف، فبالتالي بيتم اعاده رسم العمليات والاجراءات مره اخرى. بنبص على هو ايه الغرض اصلا من اداء هذه الخدمه، ايه المعني بيها، ايه المستهدفات، طريقه الدفع شكلها عامله ازاي لو كانت الخدمه دي ذات مقابل او غيرها. فدي اللي بنسميه عمليه الرقمنه. التحول الرقمي بقى لو احنا بنقول، يعني اذا الاتمته او الاوتوميشن او الميكنه، ان انا بجيب مكنه بتشتغل بتساعد البني ادم. الرقمنه ان انا بغير في العمليات الاجرائيه. التحول الرقمي في الاساس هو معني بالمستخدم او المستفيد او البني ادم في حد ذاته. بمعنى ايه المستفيد او البني ادم في حد ذاته؟ يعني بنبص ازاي نسهل حياه المواطنين، ازاي نبص على المستفيدين. يبقى الاساس هنا هو العميل بتاعي. العميل ليه شويه متطلبات، ليه شويه احتياجات، وليه شويه مخاوف. فالنهارده لما بيجي اتكلم على التحول الرقمي، ان انت بقى ازاي بقى اجراءات العمل اللي انت بتعملها في يومك تتوفي الطلبات بتاعتنا، المخاوف بتاعه العميل لو هو مثلا معامله ورقيه خايف انها تضيع او تكون غير امنه. يعني دايما ده اللي بيقلق المواطنين، تحديدا ان احنا بنتكلم لو بنتكلم مثلا عن الشمول المالي، او قد ايه نسبه المصريين اللي ليهم تعاملات بنكيه، هنتكلم عن 30% فقط او 33% لو فاكره النسبه صح، يعني مش اكثر من ذلك. فقد ايه احنا عندنا استعداد نستقبل هذه الخدمه في حاله ان احنا لسه اصلا عندنا مشكله مع التعاملات البنكيه؟ يعني بالظبط، يمكن احنا شفنا في التقرير الاستاذه الفاضله كانت بتقول دلوقتي بالفيزا كارد بتقدر تسحب فلوس، يمكن دي بالظبط بقت تنزل. طبعا دي خطوه هايله جدا الى الامام، لانه زي ما كانوا بيقفوا في الشباك وياخدوا والناس كلها شايفه عارفه مرتبات بعض وغيرها، انتقلنا الى مستوى اعلى من كده. طب انا بديكي بقى الفيزا كارد، واديكي السيكريت نمبر بتاعي او الباس كود بتاعي، واقول لك حضرتك اتفضلي استلمي لي فلوسي. تحولنا الى بعد كده ان انا بدخل المرتب بينزل، بروح حاطط الكارت في المكنه واسحب الفلوس كلها مره واحده. ما عملناش حاجه، يعني احنا بنتطور كويس، بس تطور جزئي. فاضل بقى ان احنا زي ما حضرتك تفضلت قلت التوعيه. فلوسك هي موجوده في الكارت ده، بالعكس هي مؤمنه، بمعنى ان لو لا قدر الله حصل اي فقد فانت فلوسك ما زلت محتفظ بيها. البلاستيك، الكارت البلاستيك ده حضرتك تستخرجه في اقل من 48 ساعه، 72 ساعه بالكثير، فبالتالي انت مؤمن في جميع الاحوال. فالشخص بقى المستفيد او المستخدم او متلقي الخدمه هو عنده ثلاث حاجات اساسيه بيهتم بيهم. عنده شويه مخاوف، التامين، ان انا لو اشتريت حاجه هعرف استردها او هعرف استرجعها تاني ولا لا، ففي عندنا سياسات الاسترجاع فبالتالي لازم يبقى ليها مكان. عنده احتياجات اساسيه بيتطلبها من الخدمه، زي السرعه، زي الشفافيه، زي النزاهه، زي الدقه. ده متوفر بقى في التعاملات التكنولوجية يا دكتور؟ بالظبط، لأنه هنلاقيها موجودة في كل خطوة، لأن العمليات الإجرائية بيتم إعادة صياغتها من أول وجديد تاني. بنوفر الجزء اللي هو هات ورقة واشتري دمغة وروح وتعالى وادفع، فبقت هي كلها إيه بتمشي بسرعة ناحية أداء المخدم. ده توفير للوقت، وبالتالي الجزء الخاص بالدقة. فطبعا الحاجات دي كلها مرتبطة بالرقم القومي. طالما ارتبط بالرقم القومي واحنا كل واحد فينا عنده رقم قومي، فمش هنختلف بقى انه واحد عنده نقطة زيادة في اسمه او لخبطة في حرف او كده، زي ما كنا بنشوف قبل كده في بعض المعاملات، ألف زيادة ولا نقطة زيادة بتغير الشخصية اللي قدامي. بقى في النهاردة عندي
ديجيتال ايدنتيتي زي ما بنقول، او بنقول عنده الهويه الرقميه. فالهويه الرقميه دي هتتيح لي الحصول على مجموعه من الامتيازات ومجموعه من الخدمات اللي بيها بتسهل لي انا كشخص الحصول على خدماتي بصوره اكثر ملائمه. مش هيبقى في قصه لو انا مثلا رايح ادفع المصاريف في الجامعه لطالب في الجامعه لازم والله انت لازم تلحق قبل الساعه 12 للخزنه تقفل. مش هنسمع الجمله دي تاني دلوقتي. النهارده ممكن من اي منفذ بيع يمكن خدمات اللي بتقدم دلوقتي حضرتك ممكن تروح تدفع. انا ممكن شفتها في جامعه القاهره في احد الاماكن القريبه من الجامعه ان حضرتك تقدر تدفع مصاريف المدينه الجامعيه تقدر تدفعها من الاكشاك اللي موجوده في الخارج. فدي النهارده عدت جزء من التمكين للناس، بمعنى عملت مجموعه من الوظائف جديده ما كانتش موجوده قبل كده. النهارده ادت مرونه غير طبيعيه، ما بقاش في عنصر الزمني النهارده خلاص بقى تلاشى. والاهم من كده بقى ده بالنسبه للمستخدم. طب صانع القرار النهارده